السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعدناكم على الفيسبوك امبارح بمنشور على موضوع اختلاف في طول الساقين، او في ناس بتسميه ميلان الحوض. طبعا الحوض بميل لما بصير في اختلاف في طول الساقين. ما في انسان على هذا الكوكب، على سطح الكوكب، وطول الرجلين عنده 2% مثل بعض. دائما في اختلاف بالمليمترات، والجسم بتعامل مع الموضوع هذا وبعدل وبوزع الوزن تبع بيجي من فوق على هالطرفين هذول بانتظام. المشكلة بتصير لما يكون هالفرق هذا أكتر من هيك. وطبعا في حالات بصير فيها كسور وتشوهات، وبلتئم العظم بطريقة تانية بطريقة غلط، انه بصير بالفعل عظم، اطول من عظم. طبعا في نقطة لازم انبه عليها، لما واحد بيقول انا عندي طول رجل اطول من رجل، لا يعني، و90% من هالناس، كل 10 عم بسمعوني عندهم هالمشكلة هاي، 9 منهم ما عندهم اجر اطول من اجر، وانما المبين الواضح عليهم هن هيك. لما نقول عنا اجر اطول من اجر، يعني معناتها عنا عظم اجر اطول من عظم اجر الثاني. هذا المصطلح الصح فعله. وهي الحالات ما قلت موجوده، ممكن تكون موجوده، ولكن هي تعتبر الحالات النادره جدا او الحالات الخاصه. وطبعا هي اذا كانت موجوده دكتور بشوفكم بفحصكم بيعطيكم العلاج الصح. ولكن 90% من الحالات الثانيه هي ظاهريا انه اجر اطول من اجر، ولكن هذا الشيء مو صح. لذلك رح نعرض عليكم اليوم، اعطيكم ليش 90% منكم بصير معها الحاله هاي، والشيء لازم واحد يعمله ضد هالموضوع هذا. يعطيكم العافيه. هلا مشان نشرح لكم كيف ممكن يصير اختلاف بالطرفين. انا حكيت طبعا بالمنشور اللي نزلته على الفيسبوك انه اغلب الناس اللي بتصير عندها الموضوع هذا او بحسوا بهالموضوع هذا هن الناس اللي عانت لفتره من موضوع بمشكله، اي مشكله بمنطقه الحوض، عرق نسا، انزلاق، خشونه، اللي هو. هلا في ناس يصير عندها الم بالظهر مثلا، بتروح على الدكتور وبيجيب اول شيء الدكتور العظميه بفحص لهم طول الاجرين وبقول لهم عندكم رجل اطول من رجل، وهذا هو مسوي لكم الالم. كل هالحالات هي، كل هالناس اللي عانت او اللي صاير عندها وجع ظهر مثلا وشاكه بالموضوع، او الناس اللي حست، في ناس ما بتكون حاسه بالفرق، هذا الفرق، هذا مشكله الفرق بالطول ببدايته ما بكون مبين، حتى المريض نفسه ما بحس فيه، ولكن ببدا معه مشاكل الم ومنها بروح بفحص وببين معه هالشيء هذا. ولكن في ناس عندها مشاكل اساسا، ولاني ما عالجت سبب المشكله بتصل لمرحله بعد سنين او بعد اشهر حسب قوه المشكله، هي نفسها بتحس انه صار عندها مشكله، صار عندها فرق بالطول بين الاجر والاجر. وطبعا كثير ناس كتبوا لي. هلا مشان نفهم الموضوع بشكل عام، راح ناخذ له ايده شوي لورا لهون، هذا زعل منه. هي الاجر من هون لهون، اذا ما عم نحكي على الحالات اللي قلنا عليها، العظم نفسه صار فيه كسر والتئم غلط او شيء تشوه خلقي ولادي او، فما عنده مجال ابدا تفرق عن الثاني. ما في عظم بنمو اسرع من الثاني او عظمه بتقصر، ما في هالشيء هذا، عرفتوا كيف؟ فالحل الوحيد، التفسير المنطقي الوحيد، وركزوا معي هلا، هو هالمنطقه هي. هاي المنطقه هي، هاي المنطقه مثل ما شايفين، المفصل بين الفخذ والحوض مو ثابت، يعني المسافه بين العظم الفخذ والحوض مو ثابت دائما نفس البعد، وانما اذا قربت شوي الكاميرا يمكن اوضح يكون، وإنما شايفين هاي هالحركة هاي، خليني أشيله إيده على الطرف الثاني، شايفين هاي الحركة هاي؟ هاي الحركة في كل إنسان فينا، بكل واحد فينا فيها المجال هذا تبع الحركة هاي. فهذا المجال اللي بحدده هو العضلات تبع الحوض، بين الحوض والفخذ، هدول العضلات ماسكين الحوض على العظم الفخذ هيك، مشان يمسكوا على بعضهم، ومشان يتحرك الحوض ويتحرك الفخذ وهالحركات هاي. هدول العضلات اذا شدوا، هدول العضلات هن بيقرروا قديش راح ينشد عظم الفخذ باتجاه الحوض. اذا العضلات فيها تشنج انشدت هالطرف هذا اكثر من الطرف الثاني، وبالتالي صار عندنا فرق بالطول بين الثنتين. ما في عندنا مجال ثاني يصير فرق بالطول غير هون فوق. وبالتالي الحل اكيد مو انا احط نعل طبي تحت، لاني اذا حطيت نعل طبي انا، معناتها هالمشكله اللي هون بالعضلات اللي ساحبه من اصل الفخذ لفوق ثبتها انا. شلون ثبتها؟ يعني الجسم بدون هالنعل الطبي، الجسم
لسه عنده مجال، ممكن واحد يمد العضلات ترجع تنزل الاجر تنزل الساق ويصيروا بنفس الطول مره ثانيه، ولكن اذا انا ثبت هالطول هذا من تحت ما ضل في مجال ابدا هون، حتى لو مديت العضلات ضلت اجر مثبته بهذا بهالوضعيه هي المجهوله هي فيها لفوق، وبالتالي انا خربت الدنيا او انا عملت كارثه. وبالاخص انا عم بنبه على موضوع الاطفال، الاطفال اللي من صغره بحسوا عندهم فرق بين طول اجر واجر وبيعطون نعل طبي، يعني هذا هون بدأت الكارثة. من يوم لبس الطفل هذا بدأت الكارثة، لأني خلص لأني هذا بس كبر مشاكله لا تعد ولا تحصى في الموضوع هذا. فنحن شو بنلاقي، شو بنعمل حل؟ أول شيء بتمنى الكل يكون فهم مشكلة الفرق ممكن يصير هون فوق، نحن هون عم نحكي على مجال منيح ممكن يصير فيه بالفعل سحب العظم لهون، وهدول العظمين على بعضهم من يعني ما إنه المسافة بيناتهم محددة إلهيا وما بتتغير، لا، رب العالمين ترك لنا مجال هون للحركة، لا ناخذ اكبر مجال ممكن للحركه، ولكن اذا الطرف عندنا فيه اشكال بشد هالعظمه لفوق اكثر من الطرف الثاني، الاشكال ممكن يكون بطرف اكثر من الطرف الثاني، لو بالطرفين بشدوا لفوق ما في مشكله، ولكن دائما الناس بتعرف عندها بتكون مشكله بالطرف اليمين او بالطرف اليسار، وهي المشكله بتخلي واحده من العظمات واحده من الساق كلها تنسحب لفوق اكثر ويصير عندنا فرق بالطول. وطبعا تبعاتها، لاني ليش لما هذا بصير هيك اطول لفوق هذا مشكله، هذا مثبت ما بحسن العب فيه كثير، ولكن الحوض كله بميل بصير مايل من طرف على طرف اكثر من طرف ثاني، طرف الاجر القصيره بصير مايل الحوض عليها، فبضطر الجسم فوق يوزع العضلات مره ثانيه يقصر طرف يطول طرف مشان يحاول يعني يلاقي حل لهالموضوع هذا لهالميلان تبع الحوض، وهذا الشيء اللي بيعمل لنا تبعات بعدين، بيعمل لنا وجع ظهر وبيعمل لنا كل هالقصص هي. وطبعا هو اصلا لاني في اجر اطول من اجر معناته احنا عندنا من اصل مشكله منطقه الحوض بالعضلات، لان لو ما في مشكله ما كان صار هالموضوع هذا. فراح نعمل اليوم في تمرين رائع لهالموضوع هذا، حتى اللي بيعمله وبقوم بقيس بين اذا كان حاسس فرق بعمل تمرين بقوم بقيس الطرفين برايهم صار في فرق بيناتهم، يعني صار الاجر كان قصيره رجعت طولت لاقل شيء سنتي، ولكن طبعا هذا شيء لحظي بعد التمرين، اذا ما تابعنا واستمرنا بالتمرين برجع مره ثانيه، يعني العضلات ترجع بتشد مره ثانيه والانسجه بترجع بتشد، مشان ناخذ مفعول نحن النهائي الطويل الامد الابدي لازم نضل نكرر التمرين ونعيده ونسأله. هالتمرين هذا ولكن هو نوعا ما صعب، ما بعرف لاني انا عم بحكي هلا على انا عم بخاطب فئه كامله من الشباب من الرياضيين من الناس عم تشوف، لان هي مش هي حابه تعرف ايش السبب، وعم بحكي مع فئه تانية كبيره بالعمر مريضه صار لها سنين بتعاني، فانا ما بحسن بعطي تمرين ما يحسن ما تحسن كل الناس تعمله او تحسن فئه منهم تعمله بس. لذلك اول شيء في تمرين انا عرضته هون على القناه موجود بتمنى الناس تبدا فيه، راح احط لكم الرابط فوق هون تبدا الناس فيه. الناس عم بحكي عن الناس مين؟ الناس اللي بكون صعب عليها التمرين اللي رح اعرضه بعدين انا هون، اللي بحسوه صعب عليهم مستحيل عليهم لألم لانه الوضع جدا العضلات متيبسه مشاده على حالها بعملوا هالتمرين هذا اللي حطيت الرابط تبعه هلا هون، حطيت له صوره كمان. هذا تمرين بهيئ ليوصلنا للمرحله اللي نحسن نعمل المراحل اللي بعده. رح اعمل هذا التمرين عملناه على القناه قبل هالمره، بعمل واحد وضعيه جلوس مفروض كثير ناس تحسن تعمله، فئه كبيره من الناس تحسن تعمله، طبعا التمرين الاول اللي عرضته اللي حطيت صورته كل الناس تحسن تعمله، كل البشر بغض النظر عن العمر عن الوضع الجسدي الصحي النفسي اللي هو. التمرين رح نعمله هلا فئه كبيره بتحسن تعمله لانه هو وضعيه تمرين وضعيه الجلوس مو كثير صعب، ولكن كل الناس بتعمل الاول والثاني بضلوا بعملوه لوقت ما يحسن يعملوا الثالث، الثالث هو بقى الحل النهائي وهو بقى التمرين يلي بيكون رائع، ولكن ما راح تحسن الناس كثير تعملوه، لذلك تبدوا بالاول لقيتوه سهل تعملوا الثاني لقيتوه كمان سهل تنتقلوا على الثالث. يعطيكم العافيه. التمرين الاول حط لكم رابطه بتجربوه لقيتوه سهل عليكم تنتقلوا لهذا التمرين، هذا كثير ناس تعرفه وهو من افضل تمارين لمد عضلات الحوض، وهي العضلات تماما يلي بتسحب الفخذ باتجاه الحوض واللي بتعمل لنا فرق بالطول الرجلين. التمرين كالتالي، أول شيء بنقعد بهالقعدة هاي جلسة صحية مثل ما بنسميها كنا بسوريا، الظهر مستقيم الصدر لبرا، الارتفاع على الإجرين على الارتفاع هادي، يعني ما يكون واحد كتير قريب على الأرض، يكون كرسي واطي أو يكون عالي إجرين ما يوصلني على الأرض أو إجرين ممدودة، وإنما وضع هيك مريح جدا هالوضعية هيك، الظهر مشدود أهم شيء الظهر مشدود. هلا بنشيل الإجر القصيرة، طبعا التمارين كلها يفضل تعمل للطرفين بس ابدوا دائما بالطرف اللي فيه مشكلة اللي هو فيه الإجر أقصر من الإجر أو الحاسين فيها أنتوا أقصر من الإجر، ونحطها فوق الثاني. ما نحطها هيك، هاي جلسة لفة الإجر على إجر تبع النسوان، وإنما نحطها بقى الرجال هيك بنسميها نحن، نحطها بهالوضعية هيك بحيث إنه القدم تكون تقريبا بعد الركبة بشوي، إيد هون عنا وإيد هون عنا، وأنا قاعد لسه
يعني انا اول بحط اجري اول شيء، طبعا بتتغير جلستي فوق، برجع ببدا برتب ظهري مشدود كامل، صدري مفتوح، ايد هون ايد هون، هالوضعيه هاي. انا هلا حاسس شوي شد تحت بمنطقه المقعد، شد بسيط، قلنا تماما هالعضلات هي اللي بدنا اياها. هلا طبعا في ناس بجوز اجرها ما تصل لفوق لهون، ما تصل لهون ما تصل لهون، هدول الناس تعمل التمرين اول حتى تكون رابطه، هداك بهيئكم لهالتمرين هذا. ولكن اللي بصل لهون بعد فتره من هداك مثلا، او مباشر بصل لهون ما بكون عنده مشكله، لاني اللي بصل لهون مو معناتها انه هو معناتها حوضه ممتاز وما عنده فرق، ممكن هون يعمل هالتمرين بسهوله ويكون عنده مشكله بالحوض. هلا حطينا اجرك اجر هيك، ايد هون ايد هون، هلا بحاول انزل نوعا ما الطرف هذا اضغط فيه لتحت. الناس اللي عندها مشكله بالركبه ما تخاف كمان، لان كتبوا لي كثير عنده مشكله بالركبه هون، ما تخاف هيك هالوضعيه هي. عم نعمل تمريننا دقيقتين دقيقتين ونص، ما راح يخرب الركبه. هالوضعيه هي، ظهر مشدود، شوف الظهر من تحت من هون مشدود، الصدر مفتوح لبرا، واخذ الوضعيه هي. هلا اذا حسيته سهل، هلا بالنسبه لي انا سهل، حاسس شد بسيط ما فيه كثير، ببدا بنزل لقدام، بنزل جسمي الفوق كله باتجاه الامام، ولكن ما بنزل هيك براسي او بنزل هيك بجسمي، وانما قطعه واحده، هذا القسم الفوقاني كله قطعه واحده بميل هيك لقدام. يعني انا هيك بعمل، يمكن ما راح ببين عليكم على الكاميرا، هلا بعمله بشكل جانبي ببين، ولكن هيك عم بميل، يعني الميلان عم ببدا من هون الحوض هيك لتحت، وهون ببدا الشد. راح اعمله هلا بشكل جانبي راح ببين عليكم احسن. هلا راح نعمل تمرين بالطريقه بالطرف الثاني مشان يبين عليكم. شوف اول شيء الجلسه شلون، من هون مشدود، صدري مفتوح لبرا، قاعد هالوضعيه هاي. هلا لما بحط اجر على اجر بتخرب كل شيء فوق مثل ما شايفين، برجع بجلس مره ثانيه، بثبت اول شيء موضوع اجري هون، وبشد ظهري من تحت وبفتح صدري مره ثانيه. هلا انا هيك حاسس شد بسيط هون تقريبا، هدول تمام العضلات. برجع بنبه عليكم، هلا لقيته سهل ما عندي مشكله، بضل شديد وببدا بقرب جسمي كله لقدام، شوفوا ضل هذا كامل قطعه كلها مستقيمه، عم بقرب لقدام قد ما بحسن. ولو ملي واحد، الملي واحد لما واحد يقربه لقدام راح يحس بفرق كبير هون تحت، الملي الواحد، لذلك ما ضروري واحد يصل لقدام لتحت، وانما هيك والله عم بنزل هيك كل هدوء. شوفوا الصدر مفتوح، الظهر تحت هون مشدود، وعم بنزل. بصل لمرحلة هون تقريبا، انا عندي مثلا هون هيك تقريبا، هون صار شد يعني واو قوي، بس وصل للمرحلة هاي. بس شوفوا محمول الساعة، عم بحسن بحكي على الكاميرا، عم بحسن بحكي مثل عادة. هون بقى بعير الساعة، دقيقتين دقيقتين ونص، 3 دقائق 4 دقائق، معلش بضل قاعد هيك 4 دقائق كاملة، وبعدها برجع على مهلي، برجع بطلع من التمرين. وهذا التمرين برجع انبه، ضروري لما نميل لقدام ما نميل براسنا، ما نميل بجسمنا من فوق، وانما قطعه واحده كاني واحد هيك وهيك عم بميل، ما بصير يميل من فوق، هيك الميلان بصير. هذا كله بتحرك قطعه واحده، لاني انتم اللي بحب يجرب مشان يفهم التمرين يحاول يميل براسه فوق، راح ما يحس بشيء ابدا هون مشكله، ويحاول يثبت ظهره كامل ويميل فيه كله قطعه واحده، راح تحسوا بالفرق. عبالكم لكم كل ملي راح يساوي لكم الم يا لطيف او شد يا لطيف تحت. وهذا التمرين للي ناس اللي عندها سهل التمرين الاول، الوضعيه الاولى تعمل هالتمرين هذا، اذا لقيت هذا كمان سهل تنتقل على الثالث، الثالث بقى هو شوي نوعا ما اصعب وما راح تحسن كل الناس تعمله، ولكن الرياضيين الشباب اللي عندهم مشكله لهذا يحاولوا يعملوا. هلا راح نعمل تمرين الاصعب، وهذا التمرين يعتبر من اروع التمارين الموجوده اللي ممكن اي انسان يحسن يعملها، اي انسان ها، بتحل كل مشاكلكم، كل شيء مشكله من الظهر ولتحت، هذا التمرين بحل كل المشاكل. ولكن خلينا نبدا بخطوات. اول شيء قعدنا بهالوضعيه هاي، هاي كل الناس مفروض تحسن تقعدها، المفروض البدايه. هلا رح نعمل تمرين للطرف اليسار، بننزل الاجر اليسار بزاويه 90 تحت اليمين هيك. هلا ضروري انا ليش انبه على نقطه هون، اذا كنا قاعدين مثلا مثل ما شايفين على هي على التمرين، فانا هون اجري هاي كلها، شوفوا برتب حالي هيك، اكون قاعد هون على خط واحد، اجري كلها مع الحوض، يعني ما واحد يعد لي هيك مثلا، هي طالع لبرا هي هون، ولا هيك لجوا، وانما على الخط نفسه شايفينه، هي فتحتها هيك، هذا كله على خط واحد. هاي الخطوه كل الناس بتحسن تعملها المفروض. هلا الخطوه الثانيه بقى، هاي الاجر هي اللي هون ناخذها لورا قد ما بنحسن، ها مثلا، ودائما طلعوا احيانا بدخل هذا لجوا هيك، بصير في فرق فيه، برجع بجلس حالي هون، برجع برتب انه اكون هذا كله على خط واحد، وبرجع بحاول.
طبعا اول شيء راح تنتبهوا عليه انه بدي يحاول جسمكم يسحبكم لبرا. الناس عندها مشكله راح جسمها راح يسحبها لبرا. ثاني شيء راح تحسوا عليه انه راح يصير شد شيء بسيط تحت بالمقعد، وشد ممكن يصير هون كمان بهي العضلات الحوض اللي بدنا اياها، كمان العضلات المهمه كثير. فنحن عم نضرب عصفورين بحجر بهالتمرين، عم مد عضلات الطرف تبع الرجل الاماميه، عم مد عضلات المقعد او عضلات الحوض اللي هنيك، وعلى الطرف الثاني عم مد عضلات الحوض من الطرف الثاني هون الاماميه، فعم نضرب عصفورين بحجر. طيب كل ما بتعملوا حركه زياده هي بترجعوها لورا هي الاجر، بترجعوا بتجلسوا بتطلعوا، هذا كله هون نظامي، هذا هيك على الارض. وضع جسمنا فوق، ولو اريح شيء طبعا هيك الجسم بده يسحبكم لبرا، هذا اريح شيء. هلا ما بحس بشد انا ابدا. طبعا انا حاول الحين بهالايد هاي نقرب على النص قدر الامكان. طيب برجع شوي لورا. طبعا في ناس تحسن هي اجرى تسحبها لورا للاخير، وناس اجرى يمكن لهون ما راح تصير اكثر من هيك، مثل الشاب اللي ورا الكاميرا هلا مثلا جربنا معه قبل ما نعمل التمرين، ولذلك وقع القرار علي انا اعمل التمرين. ف سحبناها لورا، سحبناها لورا، وصلنا لهون، هون يعني خلينا نقول مثلا سكرت اكثر من هيك ما ممكن. هلا بيجي بقى المرحله الثالثه، تصليح الجسم فوق. اول شيء ابدا انا احاول شوفوا هون في عندنا هي العظمه اللي هون هي هيك العظمه البارزه دائما او النتوء البارز لقدام. هذا العظم بدي احاول افتله باتجاه قدمي هي لقدام، يعني معناته انا لازم افتل حوضي كله باتجاه امام، مو راسي وانما حوضي هون من هون. اذا في حدا يساعدنا ممكن من ورا يساعدنا، ولكن بهالوضعيه هيك. طبعا انا شيء حاسس هلا شد هون شيء بسيط. طبعا كل واحد ممكن يشد عنده بمحل حسب وين عنده مشكله. في انا عندي هون شد هون الطرف الخارجي للركبه، يمكن اليوم لعبان باسكت لان يمكن منا مزود على حالي، ولكن انتم عندكم ممكن المقعد يشد، ممكن هلا عند الشاب اللي جربنا فيه من شوي شد عنده هون اكثر شيء، انا عندي هون موقف شديد. فكل واحد راح يشد بمنطقه، لان هذا بمرن كل العضلات هالمنطقه هي الحوض كله هون تحت. فكل واحد حسب مشكلته بيه معه بالتمرين. شوفوا هاي الاجر هيك 90 زاويه 90 ما في طالع لبرا هون، هاي لورا، وهذا هلا هون حوضي بحاول مشان جسمي لفوق يكون على النص تقريبا قدر الامكان. فانا بحاول هون اقرب على النص وافتل دائما هون حوضي، افتله هيك لقدام. كل ما فتلنا لقدام لهون بحس هون زاد الشد. طيب اكثر من هيك ما وصلنا، خلاص بنضل هيك، هذا الحد الاقصى دقيقتين دقيقتين ونص. لا احسن لنا اكثر، مرجع هي الاجر لورا كمان، هي الاجر ممكن تصير بشكل مستقيم لورا، ولكن ابدوا مراحل على مهلكم. هذا هيك ممكن احسنتوا اكثر، ترجعوها اكثر لورا، ترجعوا مره ثانيه بالجلسه. طبعا كل ما رجعتوها لورا بنسحب جسمكم لبرا. هلا انا هيك ما بحس بشد ابدا، طلع كل شيء لبرا، ولكن انا لازم اكون على النص، لازم قدر الامكان اكون على النص. يعني هذا التمرين تمرين، هو اسمه تمرين، كل يوم بتجربوه، كل يوم جسمكم بتعلم شيء جديد، كل يوم جسمكم بحاول يحسن التمرين. مجرد محاولتكم تعملوه بتعطوا اشاره للجسم، رتب عدل ظبط طول عضلات مد عضلات قوي عضلات عشان نحسن نعمل هالتمرين هذا. بتلاقوا حالكم كل واحد عم يشوف التمرين هذا يعمله اليوم اول مره، يصور حاله، خلي حدا يصوره، وبعد شهر يرجع يصور حاله مره ثانيه، رح تلاقوا حالكم محل ثاني تماما، مع ان انتم لا رحتوا على جيم ولا تمرنتوا ولا كبرتوا عضلات ولا عملتوا شيء، مجرد محاوله التمرين هو تمرين لحاله. وهكذا بنضل. هلا حاولنا نصور التمرين من زاويه ثانيه مشان الناس اللي ما بين عليها في شيء مو واضح. طبعا قعدنا اول شيء نفس الوضعيه هاي، اخذنا عم نشتغل للطرف اليسار، اخذناه لهون. شوفوا دائما برتب اول شيء يكون هون تماما على الخط مع هي، اذا عندكم ارض بلاط اي شيء، يعني اي خط تحسنوا تعملوا معيار لكم يكون هذا بشكل مستقيم، الاجر ما بتطلع برا ما بتدخل لجوا بهالوضعيه هي. هون الزاويه 90 درجه قدر الامكان، كل ما صغرتوا الزاويه هون كل ما سهل التمرين صار اسهل، كل ما كبرتوها كل ما اشتغل تماما على منطقه الحوض اللي بدنا اياها. وبناخذ ايد ثانيه، شوف هاي ايدي هون دائما مسند حالي عليها، لاني جسمي دائما بحاول يكبني لبرا يطالعني لبرا. وبهي بدور لورا قدر الامكان، بس حسيت حالي خلاص ما بترجع اكثر اجري، اعتبرنا هيك انتهت المرحله الثانيه. هلا المرحله الثالثه ببدا بحاول ادور الحوض باتجاه الامام هيك. هلا دار الحوض باتجاه الامام، بحاول بايدي اللي هون ادفش جسمي لفوق ادفعه للنص تمام، يصير تماما بالمنتصف. والله حاسس الشد قوي كثير، وهيك بضل بعير الساعة دقيقتين ونص 3 دقائق قد ما بدكم، ونضل هيك. وكل ما بتحسنوا اكثر رجعوا هي اجركم لورا، رجعوا اجركم لورا بحيث يكون وش الاجر هذا هيك على الارض بالاخير هيك هالوضعيه هي هيك هيك لازم يكون. فعندنا نحن اول شيء اخذنا زاويه 90 حطيناها على 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 الخط هذا تمام،
بعدين اخذنا الاجر الثاني رجعناها لورا، الجسم حاول يسحبنا لبرا، بنحاول قدر الامكان نرجع على النص، بنحاول نفتل الحوض بحيث يكون تمام بشكل مستقيم قدر الامكان، كل واحد حسب استطاعته. مجرد محاولة هو افضل تمرين، وبتحسوا الشد هون كله بهالمنطقة هي هيك، وبالمنطقة بالطرف الثاني هي هون قدام. وبرجع بقول كل واحد بيختلف الشد عنده حسب وين عنده مشكلة، ولكن هذا التمرين بنهي موضوع قصر العضلات، قصر فرق الطول بين الساقين، وطبعا بنهي موضوع الحوض ميلان الحوض طبعا، لاني بس صاروا بنفس الطول انتهى ميلان الحوض عنا. برجع بنبه اللي صعب، هذا يكون صعب على كثير ناس، لذلك اول شيء التمرين الاول اللي عرضت حطيت الرابط تبعه، اللي بلاقيه سهل عليه بعمل التمرين الثاني او النوع الثاني اللي كنا سويناه بوضعيه الجلوس، اللي بلاقيه كمان سهل عليه يجرب الثالث، فهذا الثالث بقى هو مرحله متقدمه، ولكن هذا بيحل المشكله للابد. يعطيكم العافيه.